السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. حقق منتخب الوطني الأول لكرة اليد انتصاره الثاني على التوالي ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة الآسيوية 17 لكرة اليد، والمؤهلة لنهائية كأس العالم العام المقبل في فرنسا، والتي تحتضن منافساتها صالة مدينة خليفة الرياضية، حيث نجح الأحمر في التغلب على نظيره الصيني ب41 هدفا مقابل 18، يتصدر المنتخب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. وضمن المجموعة الثانية أيضا خطف المنتخب الإماراتي تعادلا ثمينا أمام المنتخب السعودي ب17 هدفا لكل منهما، ليعلن بذلك المنتخب الإماراتي عن نفسه منافسا قويا على التأهل للدور نصف النهائي. ومن جانب آخر، أبقى المنتخب الإيراني على آماله في المنافسة على الصعود للدور نصف النهائي من البطولة، وذلك بعد فوزه على المنتخب اللبناني ب31 هدفا مقابل 26، ليتكبر بذلك المنتخب اللبناني الخسارة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية.